السلام عليكم. قبل يومين تعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل لهجوم بطائرتين مسيرات مفخخات، وشيع بعده أنه ذن المقرات هن وكر إسرائيلي للتجسس. أكو معلومات ثانية ما طلعت للإعلام تشير أنه لوجود ضباط كبار وذولا جنسيتهم إسرائيليين برفقة جهاز الاستخبارات الخاص بالإقليم. تقول المصادر أيضا أنه عدد منهم قتل أثناء الضربة، لكن سلطات الإقليم تقول أن المقر تابع لقوات البيشمركة وتنفي وجود أي نشاط تجسسي في الإقليم. طبعا هذا الموضوع أثار اتهامات أولا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من جهة، والحزب الديمقراطي وحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى. على خلفية هذا الموضوع، حملت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية مسؤولة هذه الهجمات، وقالت أن الجماعات المستهدفة تتحرك بعلم حكومة بغداد وبتمويل منها، ولا تتحرك الحكومة لاتخاذ الإجراءات ضدها، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب إقليم كردستان. هذه التصريحات اعتبرتها الحكومة العراقية اتهامات غير واقعية وغير مسؤولة ومجرد أكاذيب باطلة، وتمثل تحامل غير مبرر على السلطات الدستورية، مجددة موقفها الرافض للاعتداءات اللي تستهدف أي أرض عراقية سواء في الإقليم أو في باقي المحافظات. على ما يبدو أن موقف حكومة الإقليم وتصريحاتها ينحصر بالديمقراطي الكردستاني بعيدا عن باقي القوى الكردية التي عبر الاتحاد الوطني مثلا عن رفضه لها بحسب تصريحات متداولة لرئيس بافل طلباني، فيما ربطها آخرون بلقاء رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بمجموعة من ممثلي الكوادر التربوية والمحاضرين والموظفين المضربين في السليمانية للتباحث في أزمة الرواتب، وجاءت كردة فعل من الإحساس بالخطر بعد وعود السوداني بفصل رواتب الموظفين عن الخلاف السياسي، كما يقول عضو اللجنة المالية السابق محمد الحاج رشيد. هذا الشد والنبرة الحادة بالتصريحات كيف سيكون انعكاسه على شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد أن دخلت نوعا ما في دائرة التهدئة السياسية والتفاهمات اللي على أساسها شكلت الحكومة. رحب بكم مشاهدينا الكرام، ونتساءل هنا ما الذي قصف في أربيل؟ هل هو مقر للتجسس فعلا وبوجود ضباط إسرائيليين، أم هو فقط مقر للبيشمركة تعرض لضربة؟ وهذا ما جعل سلطات إقليم كردستان تعترض وتشجب ووصلت إلى حد إلى التهديد. عموما رحب بكم ورحب بضيوفي الأستاذ محمد الياسري الباحث في الشأن السياسي، ومن أربيل الأستاذ محمد عامر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن السليمانية الأستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياكم الله ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم. خليني أبدأ ويا حياك الله أستاذ محمد. حياك الله أستاذ محمد من أربيل، شنو اللي انقصف في أربيل؟ هل هو مقر للتجسس صحيح؟ هل هناك ضباط إسرائيليين موجودين في هذا المقر؟ مساء الخير أخ محمد لك وللأخوين العزيزين أستاذ محمد وأستاذ أحمد. يعني أولا من دهوك حقيقة اسمح لي ما أعرف تقريركم هذه المرة، لا أريد أن أقول مغرب، لكن اتركني أستشهد بمثال آخر. مرة سابقة قصفت عاصمة إقليم كردستان مدينة أربيل العراقية ب لا أستاذ محمد، لا بسمح لي قبل لا تروح على الآن، قلت تقريركم مغرض، أنا عرضت كل الآراء.
تحدثت عن معلومات متداولة، وتحدثت عن رأيكم، وتحدثت عن الحكومة، وتحدثت عن ما أريد أقول مغرب أبدا صدق، يعني انتقدني براحتك. ما أريد أقول مغرب، ما أريد أقول مغرب، لأنه حقيقة أنت ما تبينت مصدر معلوماتك، يعني هذه معلومة من وين جايبها، خطرت على بالك أو فعلا هناك جهات ادعت هذه الأكذوبة؟ يعني أشرت إلى معلومة غير موثقة، مصدرها غير معلوم، وفي جانب موضوع جدا مهم. أولا فيما يخص يعني هذا الادعاء اللي إجا بتقديركم، مرة سابقة تعرضت عاصمة أقليم كردستان مدينة أربيل العراقية إلى قصف دولة جارة، قصف الجمهورية الإسلامية بالصواريخ، وهناك جهات للأسف عراقية فرحت بذلك مدعية نفس هذه الأكذوبة، أكذوبة وجود قواعد إسرائيلية في أقليم كردستان أو ضباط إسرائيليين في أقليم كردستان، ما دعا البرلمان العراقي إلى تشكيل لجنة برلمانية من جميع الأطراف، وهذه اللجنة التحقيقية أتت إلى أقليم كردستان، أتت إلى أربيل، قامت بإجراء تحقيق وأثبتت أكذوبة هذا الادعاء الذي يكرر منذ أمد بعيد. تمام، ما الذي قصف الآن؟ الآن شنو اللي قصف؟ معلوماتك، لكن اسمح لي حضرتك ما أشرت إلى مصدر معلومتك، لكن أريد أقول هذه المعلومة كاذبة، من يقف وراءها يكذب، وفي وقت حرج من الأوضاع في العراق، أو أوضاع يمر بها العراق ككل. تمام سيد محمد، أنا معلوماتي عفوا، هذه الأكاذيب ليس في خدمة العراق. تمام، أنا هذه المعلومات أولا هي معلومات متداولة الآن، والحديث عنها تحت وسائل الإعلام، بس اسمح لي، هذه المعلومات التي تشاع. أي وسيلة إعلام قالك محمد؟ أنا وسيلة الإعلام، أنا لا أنقل من وسيلة إعلام أخرى، أنا وسيلة الإعلام. أنت تنشر أكذوبة بهذه الحالة، يصير لي أشير بوضوح أنه أنت طبعا كقناة، تعذرني كاحترام، كل احترامي بالذات لشخصك الكريم هذا، حتى للقناة، فيما يتعلق بهذا الخبر، هذا الترويج لأكذوبة، أكذوبة مكررة أثبت البرلمان العراقي، لجنة برلمانية عراقية من البرلمان العراقي أثبت هذه الأكذوبة، وتكرار هذه الأكذوبة في هذا الوضع اللي يتعرض، يعني من هم البيشماغا؟ هم حماد العراق. تمام استاذ محمد، انا لو بس حتى ننهي هذا السجال استاذ محمد، لو كانت اكذوبه ونريد نروج لها ونريد نعيدها، ما استضافنا حضرتك حتى نسالك عنها، فانا اسالك الان، هل هو كذب ام صحيح هذا الكلام اللي قاعد يصير؟ انا قلته لك وحضرتك تجاوبني، لان بالنسبه لي حضرتك مصدر. اطلب من حضرتك تذكر مع مصدر الاكذوبه، يعني اذا انت بس تحدد لي مصدر واحد للاكذوبه حتى اقدر اعلق، لكن الخبر بهذا الشكل حقيقه هذا ليس خبر قاك محمد، تعذرني جدا، تجرد اذكر لي مصدر من مصادر. تمام انا اسالك الان، اترك الموضوع، انا اسالك الان، ما الذي قصف في اقليم كردستان، وهل صحيح موجودين ضباط للمخابرات الاسرائيليه في هذا المقر ام لا؟ وجود ضباط إسرائيليين في أقليم كردستان في العراق أكذوبة يروج لها من يريد أن يضلل الشعب العراقي ويحجج لهذا العمل الإرهابي الجبان ضد أبناء العراق من البيشماركة، من هم حماة العراق وحماة أقليم كردستان، وأقليم كردستان جزء من العراق. إذن وضحت الفكرة، إذن هذا فقط أكذوبة لا أكثر ولا أقل، تشاع لأغراض سياسية أو أغراض أخرى. شكرا لك، هذا وضع غير معلومة المصدر، غير معلومة. الله يخليك، بس إذا تسمح لي، ليست هناك أي خلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يعني الاتحاد الوطني الكردستاني ينافس الديمقراطي الكردستاني في حماية أقليم كردستان وفي حرمة واحترام أقليم كردستان،
يعني كيف يحصل خلاف بين اقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والبيشمركه هم من يخصفون من واضح الخلافات موجوده. تتمه لمعلومتك اخ محمد، وزاره بيشمركه اقليم كردستان هي الجهه الرسميه التي اصدرت بيان، ووزير بيشمركة أقليم كردستان هو من الاتحاد الوطني الكردستاني. تمام. فقط تصحيحاً لمعلومات التقرير هذه المرة للأسف. واضح واضح. بالعكس أنا ليش مستضيفك، أنا أريد أسمع منك المعلومات أشكر. اللي تتبنونها من وجهة أشكر. نظركم، وإلا لو 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 ما كان عندنا هذا النوع من الحياد والحرية بالكلام والآراء كنا اليوم طالعين وحدنا ونتحدث عنكم، بس انا حريص انه يكون واحد من الحزب الديمقراطي. تذكر مصدر معلومه الكاذبه؟ لا انا مصادر معلوماتي قانونا محميه. فخليني اروح للاستاذ محمد الياسر. حياك الاستاذ محمد. حياكم الله. شنو اللي الاستاذ محمد عامر يقول انه هذه فقط اكذوبه يروجولها، وكيف ممكن لماذا تقصف البيشمركة بهذه الطريقة؟ البيشمركة شعب، اولا من الشعب العراقي، ثانيا جزء من القوات المسلحة العراقية. هسه اكو خلافات، هذا رواتبها منين، اوامرها منين؟ دول ناس عراقيين، ليش ينقصفون بهالطريقة؟ ويشاع فوقها انه اكو ضباط اسرائيليين. حقيقة الموضوع شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحية طيبة لكم حياتي. ولكوادركم ولضيفيك العزيزين وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد أنه ما حدث في أربيل ومصدر المعلومة واضح حتى ما يحتاج السؤال. فصائل المقاومة العراقية أعلنت أنها قصفت وكر تجسسي، وكر فني تجسسي تابع للكيان الصهيوني. زين. وفصائل المقاومة هي معروفة للدولة ومعروفة لحكومة الإقليم، لأنها قاتلت مع البيشمركة عندما هاجم داعش أربيل. فذهبت فصائل المقاومة برفقة الحاج قاسم سليمان رضو الله عليه والحاج أبو مهدي المهندس، وقاتلوا مع البيشمركة دفاعا عن أربيل وعن الإقليم. فبالتالي هم يعرفون، وهذه فصائل المقاومة أعلنت أنها قصفت وكر تجسسي معلن. هذه النقطة معلن؟ لا لا، معروف أنها قصفت بمصادرها بشكل دقيق وموثق. شنو وين هذا الوكر؟ هذا الوكر التجسسي. هذا الوكر التجسسي بعد قصف الفصائل لقاعدة حرير. بدأت الوكالات الإصابات دقيقة، بدأوا الإسرائيليين الأمريكان طبعا، ولهذه ليس لأول مرة يعني أنه يحدث هذا القصف، فانتقلوا إلى أماكن يفترض بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين أنها آمنة يعني غير مشخصة لدى الفصائل المقاومة، غير مشخصة لدى الحكومة العراقية. لكن معلومات الفصائل كانت دقيقة بأن هذه الأوكار هي أوكار تجسسية واضحة. لا لا بس اسمح لي أنا بهالمعلومة لازم أتوقف عندها. يعني ذول الأشخاص هم مجموعة من جواسيس وضباط الموساد، انتقلوا من قاعدة حرير، وين راحوا؟ راحوا في مكان اللي هذا هو المكان المقصوف. هو هذا كان فيه مجموعة من ضباط الموساد، بس هو هذا مقر للبيشمركة في الظاهر، مقر للبيشمركة. ولكن بالداخل لا، يختلف تماما. انه شنو اللي بيه؟ هذا بيه مجموعه من ضباط الموساد. هؤلاء المجموعه كانت تخطط وتنفذ عمليات وتستهدف مثلا الاستهداف اللي حدث على القوات النجباء، على قوات الحشد الشعبي، كان ينطلق كله من خلال هؤلاء المجموعات. ووجود فصائل المقاومه واشتراكها في عمليه طوفان الاقصى شكل كان فالدافع كبير ورقم زي. المعادله الدوليه، بالتالي كان هذا التحرك. لهذا كان استهداف قاعدة حرير بالدرجة الأولى من فصائل هذه القاعدة فيها مجموعة من الإسرائيليين. والحديث عن الإسرائيليين في أربيل ليس جديد، الإسرائيليين نفسهم يتحدثون. رئيس شعبة الموساد في الكيان الصهيوني علي عزر تسفرير يذكر بشكل واضح كيف هي علاقته، كيف كان في أربيل كل تلك الفترة الماضية. المقر الذي قصف في السابق ايضا كانت فيه معلومات، وسلم الايرانيين ايضا في الفتره السابقه مجموعه في زمان الكاظمي انه هذه مجموعه من الملفات وهذه مقرات اسرائيليه تستهدف الامن القومي الايراني. زين، هذول معروفين ايش قد عددهم، ايش قاعد يسوون؟ كلها مشخصه تعرفها حتى كل فصائل المقاومه، ليس حتى الدوله تعرض بها. ولهذا كان الحديث بشكل واضح انه هذه المجموعه، لكن الخطا وين كان؟ البيان التصعيد اللي صدر من المتحدث باسم الحكومه. ليش صدر هذا البيان؟ يا حكومة الإقليم،
ليش صدر هذا البيان؟ اولا صدر البيان انه كان قصف شديد لهذه المجموعه. لا خلي قبل هاي، هذول اللي موجودين بعلم حكومه اقليم كردستان ولا لا؟ هذا يسال عنه حكومه الاقليم، يعني بالتاكيد انا اسال سؤال. انت اليوم اي شخص في اربيل في الاقليم ما ممكن يدخل ويقوم باي عمل بدون ان يكون هناك اجازه من وزاره الداخليه في الاقليم تحت اي عنوان تسوي. زين هذا المقر اللي موجودين به اللي يقول عليه استاذ محمد يقول هاي كذبه. هذا المقر اللي موجودين به تقول حضرتك بالظاهر البيشمركه وبداخله اكو ضباط مثل ما تقول الاساليب اللي يجوا بها الاسرائيليين اسرائيليين. لا بس شنو وجود البيشمركه؟ يعني ما موجودين بيشمركه؟ لا السؤال هنا كيف يتحركون الاسرائيليين في اربيل؟ يتحركون في هناك من خلال وجود الامريكي القوات الامريكيه عندما تتحرك، ليس فقط حتى في عين الاسد الاسرائيليين يتحركون من خلال الغطاء الامريكي. هو حتى ذا من يكشف انه انا مستشار امريكي انه انا موجوده، فبالتالي وجوده من خلال الغطاء الامريكي. والحكومة الاقليم تقول احنا ما عندنا مشكله ويا الامريكان، لان باعتبار من طردوهم منا بال 2011 في حكومه بغداد حكومه كردستان قالت احنا نستقبل الامريكان. والنقطه الاخرى لا حكومه اقليم كردستان تقول لك انا قرار وجود الامريكان بالعراق هو قرار اتحادي مو قراري انا. لا استقبلوا، لا كان الموقف واضح هسه حتى في التصويت على اخراج القوات الامريكيه رفضوا هم كانوا معه ويرحبون ويقولون هذا مكان امن. هذه النقطه طبعا بالمناسبه ليس فقط الامريكان انا اتحدث لك، انت الان في اربيل كثير من المطلوبين للنظام السياسي في العراق وللمحكمه الاتحاديه وخصوصا من البعثين هم في اربيل. اربيل اصبحت ماوى لجميع معارضي ومؤيدين مجموعات الإرهابية ومعارضين نظام السياسي هم في أربيل، كل هذه المجموعات. وأربيل لا تتورع عن هذه الأمور. نعم الأمريكان الإسرائيليين يقولون نحن موجودين في غطاء أمريكي، لكن تسألني أنه لا يدرون بهم إسرائيليين؟ لا يعرفون بهم إسرائيليين. يعرفون بهم إسرائيل؟ نعم، لأن هم ما عندهم مشكلة في كردستان. تمام أنا ما أعرف حقيقة أنا الآن عندي رأيين، رأي أستاذ محمد يقول هاي كذبة، رأيك حضرتك تأكد. لا أنا أسألك، إحنا عندنا أدلة أن رئيس شعبة الموساد تحدث بشكل سابق وبشكل معلن وعلى قنوات إسرائيلية، العلاقات في هذا المجال يقولون من كردستان. تمام يعني هي مو موضوع مخفي. واضح أستاذ محمد الهركي، أستاذ أحمد الهركي حياك الله. أستاذ أحمد اسمعك، تسمعني استاذ محمد؟ حياك الله. اولا يعني شنو رايك انا احنا الان امام روايتين، روايه نعتبرها رسميه من الاستاذ محمد عامر يتحدث عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وايضا نعتبره مصدر مصدر رسمي ايضا استاذ محمد الياسري. زين استاذ محمد الياسري يقول هذا الضباط موجودين اسرائيليين للموساد في اقليم كردستان في اربيل، استاذ محمد يقول هاي كذبه، شنو القصه بالضبط؟ استاذ محمد حتى نكون واضحين في البدايه تحل حضرتك والضيفين الكريمين ومشاهدين قناه الايام، يعني هناك روايات عديده، ولكن احنا يعني ذكر استاذ محمد موضوع البيان الرسمي، يعني مثلا لدينا وزاره البيشمركه لحكومه اقليم كردستان قالت انه هناك اعتداء على مقرات مقر تابع لقوات البيشمركه، هذا شيء واضح. موضوع الدرون والمسيرات هذه احيانا يعني تسبب نوع من الارباك حتى الحكومه العراقيه، يعني مثلا على سبيل المثال موضوع المقاومه شيء استاذ محمد، يعني المقاومه موجوده في الشرائع السماويه، ايضا هناك ايمان بفكره وعقيده وضروره تحرير الارض هذا الشيء، ولكن هناك التزامات دوليه للدوله العراقيه، قصف السفارات يعني ربما هو يضر بالعراق اكثر مما يخدمه، وهذه وجهه نظر السيد رئيس الوزراء وليس وجهه نظر يعني احمد الهركي، يعني حتى نكون واضحين في هذه الجزئيه. موضوع الصراع الاوسع في الشرق الاوسط هذا شيء ثاني، هناك الان صراع مثلا بين ايران والولايات المتحده، واحيانا هناك لديهم وكلاء موجودين في المنطقه، يعني مثلا احيانا مشكلتنا استاذ محمد تصفيه الحسابات احيانا تصير بالعراق، هنا المشكله، يعني مثلا ربما الاستاذ محمد يتحدث عن وجود الموساد، انا على علم بالخرائط الجيوستراتيجيه والسياسيه بالمنطقه كوني انا مختص في العلوم السياسيه، عندك جمهوريه اذربيجان في شمال الجمهوريه الاسلاميه يوجد اكبر قاعده للموساد في باكو اللي هي عاصمه اذربيجان، السؤال الذي يطرح لماذا لا يكون الرد في باكو؟ يعني هنا الذي اطرحه انا، هنا لا اشرع وجود الموساد،
ولكن لو تحدثنا عن خرائط جيوستراتيجية موجودة في المنطقة هناك تهديدات أخرى، هناك بعض الفصائل المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق وغيرها كانوا موجودين في العراق ثم الآن موجودين في ألبانيا، هناك مدعومة من مخابرات دول من الأمريكان من الفرنسيين من حتى ربما دول. هذا ممكن هذا ممكن تسأل عن إيران، لكن إحنا اليوم عندنا فصائل داخل العراق، هذه الفصائل تقول إنه هناك انه هناك ضباط من الموساد داخل اربيل وقصفناها. هسه خطر القصه يعني استاذ محمد، يعني هذه الروايه بحاجه الى ادله، يعني حتى نكون واضحين. هناك بيان لوزاره البيشمركة اعلن قال ان هناك استهداف مقر لقوات البيشمركة، اما موضوع الروايه يعني هناك ايضا روايه للطرف الاخر، هنا يعني سيكون حيادي لان انحاز لهذا الطرف والطرف، ولكن نتحدث بصوره منطقيه. هذا الموضوع تصفية الحسابات على الأرض العراقية هذا مضر، يعني مثلا موضوع قصف السفارات، يعني هل مثلا موضوع السفارات يعني هذا يربك لا شنو تصفية الحسابات بالموضوع، يعني شنو تصفية شنو الحساب بين من الحساب بين من أكو بين الفصائل وحكومة الإقليم حساب، يعني ممكن يتم عملية في سوريا يتم الرد في العراق، يحدث شيء في اليمن، يعني هنا أنا نحن ما نقصده حكومة إقليم كردستان لديها سياسة واقعية، الصراعات الكبيره في المنطقه نحن نسعى ان نكون متوازنين في هذه الصراعات. لا استاذ احمد استاذ يعني احمد استاذ احمد انا لا لا الان وين الحسابات بين اقليم كردستان وبين الفصائل؟ ماكو حسابات يعني توصل الى حد انه يقصف مقر للبيشمركة. نعم استاذ العزيز، ولكن هنا هذا يعني هذا القصف بالإضافة إلى قصف السفارات وتصعيد الامور والخطابات المتشنجه، هذا يعني احنا صار لنا هناك 4 سنوات هناك علاقة جيدة منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي بالتحديد حكومة السيد الكاظمي والآن حكومة السيد السودان، بغض النظر عن عدد من الخلافات الموجودة بيننا، يعني لم نخلق سياسة تصفير المشاكل، وربما كان هناك نوع من ترحيل الملفات في هذه السنة الماضية إلى السنة الجديدة، ولكن العلاقة جيدة، الكرد مشاركون في تحالف إدارة الدولة، هذا التشنج والتصعيد السياسي والعسكري ستكون له تداعيات خطيرة استاذ محمد. تمام انا استاذ احمد استاذ احمد انا تداعيات القصة يعني تداعيات القصة شيء، ووجود ضباط للمخابرات الإسرائيلية في 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 اربيل اللي يدعونه اللي يدعونه الان واللي ذكره استاذ محمد قدامك هذا شيء اخر. نعم استاذ العزيز، ولكن انا هنا يعني لا امتلك المعلومة انا اعتقد يعني وهناك واضح، يعني انا اتعامل بلغة البيانات والادلة، هناك بيان لوزارة البيشمركة قال بانه مقر لقوات البيشمركة، اما استاذ محمد يمتلك معلومات انا لا اعرف ما هو مصدر المعلومات، ولكن ان تحدثنا بيان فصائل المقاومة وجود الموساد استاذ العزيز، ان تحدثنا عن وجود الموساد فهناك دول لديها علاقات مع اسرائيل، هناك اوكار للموساد موجودة في دول اخرى ربما تشكل اكثر تهديدا على امن الجمهورية الاسلامية في ايران، نحن في العراق وفي اقليم كردستان. شنو علاقة قاعد تشير انت لايران في اكثر من مرة، شنو علاقة الموضوع بإيران؟ هاي الفصائل صحيح متحالفة مع إيران، لكن هاي الفصائل تقول إنه إحنا قرارنا. نعم أستاذ العزيز، ولكن يعني لو تحدثنا عن مفهوم المقاومة يعني هناك نوع من يعني جبهات متعددة، جبهة يعني مثلا هذا حسب يعني قناعاتهم، هناك الجبهة العراقية والجبهة اليمنية، ويعني هذه قناعهم يؤمنون بها يعني هذا يخصهم، ولكن ما نعتقد يعني هناك أحيانا التداخل موجود، ورأينا قبل فترة انه كان هناك تصريح انه عملية الاقصى هي ردا لفعل معين ثم جاء النفي من قبل قيادات حماس وغيرها، لذلك ما اقصده البيئة العراقية ليست بعيدة عن هذه البيئة استاذ تمام محمد. تمام خليني انتقل استاذ محمد واضح. بس حتى تكون الصورة واضحة يجب ان نكون رجال حلول في الخطاب السياسي والاعلامي وليس رجال ازمات. يعني الان هناك تصريحات تحرف من هنا وتحرف من هنا، هذا الخطاب يضرنا نحن العراقيين، نحن العراقيين احوج الى خطاب مسؤول، خطاب يتقارب، اذا كانت هناك يعني ازمات في المنطقه علينا نحن العراقيين ان نكون بعيدين عن هذه الازمات حتى لا يتاثر الاقتصاد الذي يعاني من ازمات، واحنا راينا سابقا كيف عندما كان العراق ساحه للصراعات الدوليه شنو اللي صار بالعراق. واضح. الان واضح. هناك العراق يحفظ التوازن، الامور العراقيه تجري بصوره جيده، والسيد السوداني هذا التوازن هو الذي حقق هذه الانجازات الموجوده. واضح. أما واضح استاذ محمد عامر واضح المتشنج راح ننفع هواي. واضح استاذ محمد عامر تسمعني؟ تفضل أخي محمد. سمعت الكلام اللي قاله أستاذ محمد الياسري؟
نعم سمعت هذه عندك تعليق؟ أكذوبة واضحة. نعم عندي تعليق. هذه أكذوبة واضحة ليس للمرة الأولى من أجل التغطية على أفعالهم الشنيعة، من أجل التغطية على سرقة ونهبة أموال الشعب العراقي. دائما يحاولون يلهون الشعب العراقي بأمور جانبية، وبالذات فيما يخص موضوع إسرائيليين وما أعرف إيش. يعني سابقا الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتلت على الأراضي العراقية، انتهكت الاحترام وحرمة السيادة العراقية، انتهكت شخصية وكرامة الشعب والدولة العراقية، وكانت هناك مجاميع فصائل تردد لهذه الأكذوبة، وثم البرلمان لا هذا هو قال لك مسؤول رفيع مسؤول رفيع في 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 الموساد يتحدث عن علاقة وعن تحركات وشلون تحركه ومن قاعدة حرير إلى 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 منطقة أخرى. هاي شنو الرد عليه؟ أخ محمد أخوي اترك هذه الأكذوبة. أنا دا أقول لك البرلمان العراقي باللجنة برلمانية عراقية من أحزاب عراقية محترمة كثيرة حققت في هذا الأمر وأثبتت، وهذه الأكذوبة تم تفنيد هذه الأكذوبة وهكذا. لا هو هو يقول لك هاي حققت بالسابق، هو يتحدث لك عن ما حصل خلال اليومين السابقين. لا السابقة الحالية أكذوبة، وهذه الأكذوبة ليست لها أي مصادر أو أي أدلة. والحادث مشابه أثبت البرلمان العراقي بأحزابه المختلفة بأنه هذه الأكذوبة اللي يرددونها باطلة. بعدين كاك محمد، يعني احنا مشكلة العراق واحترام الدولة العراقية، ومن أجل أن يكون العراق دولة محترمة حالها حال الدول المحترمة الأخرى فيها سلطة عامة. هذا ما يريده الديمقراطي الكردستاني، هذا ما يريد ما تريده حكومة أقليم كردستان بأحزابها المشكلة، الاتحاد الوطني، التغيير، جميع الأحزاب الكردستانية تريد بالعراق دولة محترمة فيها يعني السلطة العامة فيها موجودة. لاحظ أخوي، نحن منذ عهد أربع رؤساء وزراء. الرئيس وزراء الأول، هذه القوات الخارجة عن القانون، الميليشيات، كانت تتحدى الدولة. في البداية سيد العبادي استنكر الوضع، لكن فيما بعد استسلم لهم بل وأدخل هذه القوات المسلحة في أمور سياسية داخلية بحتة مدنية، من رغم أنه الدستور العراقي لا يجي ذلك. رئيس الوزراء الثاني هرب منهم، السيد عادل عبد المهدي، شاف ذول هذه المجاميع اللي تحمل الأسلحة يقتلون بالشعب العراقي، بأبناء الشعب العراقي المتظاهرين بالمئات على الشوارع بدم بارد. هاي ورئيس الوزراء لا هاي هم نفس هاي عندك ساكن. زين هسه انت طالبت باثبات، بس اسمح لي كاك محمد لا بس استاذ لا مو انت لا مو بس اوقف لي بس اعطيني مجال. مو احنا هنا عندنا قضيه شائكه بصراحه، قضيه انه فلان قتل فلان وفلان قتل فلان، واحنا صرنا مكان القضاة ومكان المحققين. هو طالب لا انت طالبته انت طالبته بس اسمح لي حتكون بالمنتصف. انت طالبته بان يجي اذا عنده دليل على هذا الموضوع، على وجود الاسرائيليين داخل اربيل. قلت بيان فصائل المقاومه واضح اسرائيل اتركني منها تمام. يعني لا بس اسمح لي، انت الان تتهمهم بانهم يقتلون الشعب العراقي. بس اسمح لي خليني اكمل السؤال استاذ محمد، خليني اكمل السؤال ارجوك، خلي كمل السؤال حتى يصير وجهة نظر واضحة. القوات الإسرائيليين أنت كررتها 10 مرات كاك محمد. يا أخي يعني تريد تضغط الشعب العراقي، هذا أمر آخر. يا أخي مو كلامي. العراقي نعم تفضل. سعد محمد والله مو كلامي أنا ما أتبنى هذا الموضوع ولا أدري به ولا أعرفه، قابل أنا محقق، أنا بالاستخبارات، أنا بالمخابرات، أنا مجرد محاور. بس اسمح لي. أخرى وننسى العراق. ننسى مصيبة الشعب العراقي. يا أخي مو هي هاي القصة، يعني أنت وجودك ليس دولة، لأنه ليس في العراق سلطة عامة.
هذا هؤلاء الذين يحملون الأسلحة رؤساء وزراء العراق الواحد تلو الآخر يهرب منهم، يدوسون بالقناظر على رأس، يريدون يقطعون أذون قائد العام قوات المسلحة العراقية، رئيس وزراء آخر عنده منهاج حكومي، عنده منهاج وزاري، البرلمان العراقي بجميع فئاته بجميع أحزابه سواء المشكلة للحكومة أو حتى المستقلون والمعارضون يؤيدون منهاج رئيس الوزراء، وهؤلاء يمنعون رئيس الوزراء من تنفيذ منهاجه ووعوده. أخوي هذولا جعلوا من العراق دولة، يستهترون بالعراق طبعاً. يستهترون بالشعب العراقي، والآن وضحت. يعني لكل أمر اكذوبة، وهذه المرة واضح واضح واضح. أستاذ محمد، أستاذ محمد، أولا علينا نبحث كيف سيكون العراق دولة محترمة. ممتاز. خلي غيرك يتحدث أيضا مثل ما تحدثت حضرتك. أولا هاي الافعال الشنيعه، لا انا اريد انقل لك اياها، هاي افعال انا استعير من كلام استاذ محمد. اولا افعال شنيعه يريد يغطون بها الجماعه عن سرقه اموال الشعب، وهاي الميليشيات خارجه عن قانون، وبما ذكر استاذ محمد انه قتلوا ما ادري قال مئات ما ادري الاف من الشباب. انا راح اجيب واحده نقطه نقطه في هاي النقطه، يدوسون على رئيس الوزراء ما اعرف بيش مع احترام لل، انا اجي في نقطه نقطه. اي اول شيء عقب هاي قصه كذبه، ليش تكررونها بعد؟ لا هسه راح اطيب الادله همتها، راح اجي واكد لهاي. اول شيء هو السؤال عن المصدر، انا قلت له فصائل المقاومه الاسلاميه في العراق اعلنت ببيان رسمي موقعها بتفاصيلها موجوده وتعريفها اربيل والسليمانيه وبغداد. اي هو يقول لك هاي كذبه، هو حتى هذا الاعلان هم هم يقدرون يدعون الى لجنه تحقيق يابا في بغداد. إذا تسمع الأستاذ أنا ما قاطعتك في هاي النقطة. النقطة الثانية ما ذكر الأستاذ أحمد الهركي إنه لماذا لم تقصف أذربيجان وباعتبار بها قاعدة إسرائيلية. إيران قصفت الموقع اللي إجا منه اعتداء، إنه هذا الموقع تم الاعتداء فيه على الجمهورية الإسلامية ومن الداخل، كما قصفت في سوريا مقر لداعش لأن كان في من عنده انطلق موقع اعتداء مال داعش في منطقة الأهواز. زين. فبالتالي قصفوا نفس الموقع. هذا موقع يعني لو كان هناك اعتداء صادر من أذربيجان ستستهدف إيران بالتأكيد. تمام. هسه احنا ما نعلق على القصة، هاي سياسة الدولة. انا اريد منك هسه تقول لي ما الاسباب، هاي يقول لك تغطية عن هسه وارد الشعب العراقي يقول يابا اتهام انه يابا ليش هو من النقض الاتفاق مع السيد عادل عبد المهدي غير اربيل، من اللي حمل مسؤولية الاحداث كلها غير اربيل نفسه حزب الديمقراطي، من اللي كان هو ليش يدافعون عن الكاظمي؟ لان كانوا مسوين الكاظمي اداة، الكاظمي كان وزير رئيس وزراء على المحافظات الشيعية. هو انا قاعد اقول لك الرجال انه هاي 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 الميليشيات هو دا يقول لها ليش هاي فصائل، بس اسمح لي تسرق اموال الشعب ولذلك تريد تغطيها. هو انا دا اقول سرقة اموال الشعب انه هي ما وزعت رواتب موظفي الاقليم، لو انتم عدم التزاماتكم مع الحكومه في بغداد من الرواتب ما راحت اللي كان بسبب الحزب سياسات الحزب الديمقراطي، والنتيجه الان السليمانيه في الفتره الماضيه كنت تطالب بالانفصال عن اربيل، هذه سياسات الحزب الديمقراطي ما لها علاقه فصائل المقاومه. شنو علاقه هذه الفصائل اللي انت تطلق عليها ميليشيات، شنو علاقتها اصلا بموضوع سرقه النفط؟ سرقه النفط وتهريب النفط يجي من اربيل، هذا النفط السوري يهرب كله من خلال اربيل الى تركيا، وتدرون بكل الزين ليش ساكتين عنه؟ الاتهام لفصائل المقاومة. زين احنا نجي كل المخالفات وكل المطلوبين الآن في أربيل ما موجودين عندنا في الوسط والجنوب، من تجي حكومة بغداد حكومة السيد السوداني اجت سوت اتفاق وياكم وقطتكم قروض، مع ذلك وجه المتحدث باسم الحكومة بيان في مستوى خارج المألوف خارج الموضوع تماما، واتهم الحكومة باتهامات بالرغم من ان الحكومة سوت لجنة تحقيق وقالت احنا نحقق، ومع ذلك حتى في قصف السفارات والكل استنكر وادان قصف اي سفاره في العراق، ونقول لك مرفوض لان هذا وجود دبلوماسي ما نتحدث عن الوجود العسكري. وعلاقه الفصائل لم تستهدف لا الحكومه ولا مؤسساتها. وحكومه السيد السوداني دا تحقق في كل اجراءاته ونزلت في بيان رسمي صدر في كان بيان ايجابي، لا كان البيان متشنج، وهذا الى اسبابه باعتبار إيه مدينه تقصف اكيد. لا مو مشكله مدينه تقصف، مو مشكله القصف مدينه. اخي الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات خسر خساره كبيره انعكست على خسارته وين؟ في نينوى في المناطق المختلطه، كان هذا لها اثر. كذلك مشكله الرواتب،
اللقاءات اللي حدثت. لا بس هم طلعوا بلا قصف تحدثوا هذا الحديث غير. لا اذا كان كان الى اسباب مهدت ان يخرج هذا البيان بهذا الشكل وباتهامات صريحه للحكومه في بغداد، بالرغم ان حكومه بغداد متعاونه اشد التعاون وقدمت قروض وخالفت يعني حتى الراي العام كان غير قابل، ولكن الحكومه قالت هؤلاء مواطنين ويجب ان يكون هناك حل له. لكن يصدر بيان بهذه الصوره لا، هذا كان غير سليم، الا دوافع واتجاهات اخرى فيها اتهام لحكومه بغداد. تمام. هذا القصه وكل ما بيها. استاذ احمد الهركي، هاي البيانات المتشنجه بهذه الطريقه وين شنو رايكم بها كاتحاد؟ احسنت استاذ محمد، هذا السؤال مهم جدا. نحن كاتحاد وطني كردستاني نحن ورقة حزب الزعيم الراحل مام جلال، لذلك نحن علينا أن نؤكد على التناقضات موجودة، الاختلافات موجودة، لذلك علينا أن نؤكد على المشتركات. هذا يعني أنا أشكرك على هذا السؤال. يعني علينا دائما لا نبحث عن الأزمات. ما قيمة السجال الإعلامي؟ ما قيمة إرسال رسائل سلبية للمواطن العراقي الذي ينتظر من كل القوى السياسية الكثير؟ نحن ما تشكيل حكومات محلية، هناك وضع أقليمي في المنطقة، نتمنى أن لا تنتقل شرارة الحروب الأقليمية الموجودة إلى الداخل العراقي. نحن مجتمع مختلط، يعني ربما لا نتفق على مفاهيم معينة، مفاهيم يعني نتمنى أن نتفق على مفهوم للوطن العراقي. هناك تفسيرات مختلفة لما أقوم به الأخوة الآخرين، ربما هذا التفسير لا يختلف مع تفسيري، لذلك هذا ما يعني هذا هو الأهم. يعني علينا أن عندما نظهر في شاشات الإعلام لا نصدر الخطاب المتشنج القائم على يعني العراق عانى كثيرا، وأنا أكرر هناك ظروف أقليمية حتى ساهمت في تشكيل الحكومة الحالية، نوع من التهدئة الأقليمية التي حدثت. الآن هناك تصعيد في المنطقة، هناك تداعيات لأمور كثيرة، نتمنى لا تنتقل الشرارة إلى الداخل العراقي. لذلك نحن نفتقد لزعامات مثل الزعيم الراحل مام جلال الذي كان أحيانا حتى الرسائل الكبيرة أقليميا ودوليا أحيانا كثيرة هو قائد الحوارات الإيرانية الأمريكية. يعني بصراحة هذا يعني هنا نحن بحاجة إلى العراق في العراق إلى هكذا شخصيات. يعني هناك حكومة تقليب كردستان، حكومة تقليب كردستان تقول لك احنا ما عدنا هذا الموضوع وما عدنا هذا التجسس ولا عدنا هاي القصة، واحنا نتعرض الى قصف، وقصفت في اكثر من مرة المقر يعني القواعد الامريكية في هاي صار لها فترة طويلة، يعني يومية تقصف القواعد الامريكية في الاقليم، قاعدة حرير والثانية القاعدة الثانية ايضا اللي بالمطار واللي بمنطقة حرير، قصة انه هذا المقر اليوم مال البيشمركة قبل يومين، فطلعت بهذا الخطاب لانه في اكثر من مرة تتعرض الى قصف واتهام بوجود كذا كذا كذا. أستاذ محمد ما يريد يسمع الاتهام، يعني ما ادري اذا ما سمع ايش يصير ما اعرف. استاذ محمد الاتهام موجود، ولكن نحن بحاجه الى ادله حتى نكون واقعين. وموضوع اخر استاذ محمد بما يخص الامن، يعني مثلا العراق في الحكومة الحالية تؤكد على أنه احترام سيادة العراق ولا نشكل تهديد لأي من دول الجوار، وحضرتك رأيت كان هناك اتفاق يعني بوجود حكومة الأقليم الحكومة العراقية مع الجارة الجمهورية الإسلامية في موضوع وجود بعض الفصائل المسلحة بالقرب من الحدود الإيرانية، وتم تسوية الموضوع. يعني ما نقصده العراق لا يشكل، ومن ضمن أقليم كردستان يعني لأننا نفصل أيضا الأقليم، نحن لا نشكل تهديد لدول الجوار، يعني حتى نكون واضحا. وكل إمكان وكل إذا كان هناك بعض المخاوف لدى هذا الجار أو الجار الآخر ممكن يعني مثلا الوصول إلى حل يعني عن طريق الحوار، يعني لا مناص من الحوار. لذلك يعني نرى يعني هذه أصبح موضوع المسيرات ربما ليست من فصائل معينة وأمور أيضا تأتينا من أطراف أخرى، لذلك هنا ما يهمنا علينا أن نؤكد على النقاط المشتركة، الابتعاد عن لغة التشنج، نحن نسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي والسياسي، علاقة أنا أعتبرها جيدة نوعا ما، يعني منذ 3-4 سنوات علاقة الأقليم وأربيل أو أقليم كردستان وبغداد عفوا لا توجد أزمات كبيرة. نعم هناك أزمة الرواتب وغيرها، لذلك نحن نسعى إلى إيجاد حلول. أما الدخول في أمور أو تصفية حسابات أقليمية أو أمور أوسع أو الدخول في مهاترات أو مثلا خلل أمني أو مشاكل أو أزمات أخرى سيكون الخاسر جميعا. يعني يكفينا خطاب تشنج، هذه اليومين كان هناك نوع من لغة التشنج، نتمنى لا تنعكس على الملفات السياسية من المقبلة. من المتشنج؟ يعني أنا اللي أقصد أستاذ، يعني هذا لغة البيانين كان المتشنجات، بيان الحكومة ردت به، بيان حكومة تقليم كردستان، بدأ التشنج من حكومة تقليم كردستان، صار رياكشن من الحكومة الاتحادية. البيانين مو توقيت، يعني التوقيت مو مناسب لسببين. احنا
أمام حل إشكاليات عديدة بين بغداد وأقليم كردستان في الفترة المقبلة. نحن أمام تشكيل حكومات لمجالس محلية غائبة عن الشعب العراقي منذ أكثر من 10 سنوات. يعني نحن 10 سنوات لا توجد مجالس خدمية. الفائزون في تحالف أحمد يا مجالس إحنا نحكي عن اتهامات عن اتهامات ماكو أخطر من عدها. شنو مجالس محافظات؟ شنو قصة عدنا؟ يعني هاي إذا استاذ محمد إيش هسه بعلم حكومة إقليم كردستان بعدم علم حكومة إقليم كردستان بشكل حتى مجرد الاتهام فهو قصة كبيرة. يعني ليش نزبرها إلى هذه الدرجة؟ شنو علاقة واحد عضو مجلس المحافظة محافظة يصير بها محافظ؟ إحنا نتحدث عن قصة تداعياتها كلش كبيرة. استاذ محمد ما اقصده هو العراق يعاني ما يعانيه من الازمات، يعني يكفي ما نعانيه، لسنا بحاجه الى ازمات جديده. الدخول في مهاترات ونوع من الشغل الاعلامي او الدخول في معادلات سياسيه يعني معناته انه هذا الكلام هو شو اعلامي فقط، ما حصل هو شو اعلامي لا اكثر ولا اقل. يعني انا بصراحه استاذ محمد ليس احيانا كل ما يعرف يعني يتم التحديث فيه في الاعلام. يعني علينا عندما تكون هناك أزمة، يعني هناك من يفكر بهذه الطريقة، لا نريد أن نوسع الأزمة. يعني هناك أزمة موجودة، إذا تحدثنا عن المقار هناك من تحدث، يعني قبل أن أكون وحضرتكم بالجو، يعني ربما تأتي لجنة من بغداد وترى ما حدث في هذا القصف كما هو مشابه في القصف الآخر الذي حدث في أربيل يعني قبل فترة. يعني هذا ممكن حل، يعني ممكن احتواء الأزمة، يعني مثل ما تم احتواء أزمات عديدة. يعني ما أقصده دعونا نفكر بالخدمات وبخدمة المواطن بعيدا عن أزمات مفتعلة ربما لا تخدم المصلحة الوطنية العراقية. هذا ما أقصده. لذلك تمام واضح واضح. أستاذ محمد ليش تستبعدون وجود هكذا أشخاص؟ أستاذ محمد تسمعني أستاذ محمد عامر؟ نعم أسمعك بشكل جيد. يعني ليش تستبعدون وجود هكذا أشخاص؟ إحنا مو دخلت عندنا وحدة بالعراق وبجواز روسي ودخلت بالعراق وراحت افترت ومشيت وقابلت زعماء سياسيين وعاشت فترة طويلة وبعدين طلعت أصلا إسرائيلية وطلعت عندها نشاطات تجسس ومشتغلة بسوريا ومشتغلة بالعراق ومشتغلة بغير مكانات. ليش تستبعدون هذا الموضوع؟ يعني أخ محمد مرة سابقة قيس حزعلي أيضا ادعى هكذا أمر، لكن فيما بعد جاءت لجنة برلمانية عراقية من البرلمان العراقي وأثبتت أكذوبة هذا الكلام. وهذه الأكذوبة اللي تتكرر دائما حقيقة الهدف منها تضليل الشعب العراقي. هناك مجاميع في العراق تريد أن تجعل للعراق ميدانا، ليس ميدانا لحل معضلات ومشاكل الإنسان العراقي المواطن العراقي، بل تريد أن تجعل من العراق ميدانا ولحساب مموليها ولحساب من يعطوهم الأوامر. يريدون أن يجعلون من العراق ميدان لتصفية المشاكل الأقليمية، يقومون بالحرب بالوكالة، وهذا ليس حاجة العراق. العراق بحاجة إلى أن يكون دولة محترمة، دولة فيها سياد السلطة العامة، لأنه أساساً يعني الدولة شلون تكون دولة محترمة؟ شلون تكون دولة محترمة وقوات أجنبية تروح تلعب بيها يعني رايحة جاية؟ القوات الأمريكية وقواعدها، القوات التركية طابة طالعة، شلون تريدون شنو الاحترام؟ يعني شنو شلون شكل الاحترام؟ طاق محمد أخوي هذه سذاجة سياسية. العراق سواء عراق صدام حسين أو عراق داعش، الأجزاء العراقية أقصد منها، شكل تهديد للأمن والسلم الدولي. الأمم المتحدة دول الحلفاء عقدت حلف وبطلب من الدولة العراقية، يعني العراق كان يهدد أمن وسلم المنطقة سواء في زمن صدام أو في زمن داعش. والدولة العراقية طلبت من المجتمع الدولي المساعدة، كما الأطراف المشكلة للحكومة العراقية الحالية سابقا ذهبت وطلبت من أمريكا كي تأتي لنجدتهم من صدام حسين. عقد حلف دولي، هذه أمور تتعلق بالسياسة الدولية. الدولة العراقية هي الطرف، لا أناس خارجي ضعفاء، يعني كل ما في الأمر
يقلدون يعني ويستلمون اوامرهم من ضباط وليس من انتم بالحزب الديمقراطي الكردستاني دوله مجاوره. انتم بالحزب الديمقراطي الكردستاني داخل الجيش اخر. تمام انتم نعم. بالحزب الديمقراطي الكردستاني الديمقراطي الكردستاني كنتوا شان وشان الحكومه. بس اسمح لي اسال اذا اكمل سؤالي ماكو. انتم مو كنتوا سنين تقاومون هسه ان بتوين على قولتهم صارت اكو تفاصيل ولقاءات، بس انتم مو كنتوا تقاومون فتره طويله، ليش هسه من واحد يرفع شعار المقاومه تعتبرونه ياخذ اوامر من كذا ويروح ما يعرف وين وياخذ من مقاولين؟ اذا مقاومه احنا كنا نحارب حتى ثلاث ارباعكم كنتوا قاعدين غير انتم كنتوا قاعدين في دول اخرى وكنتوا متعاونين مع دول اخرى وكنتوا تقاومون، ليش ذاك الساده تستهجنوه هذا؟ لا بس اسمح لنا اخوي، احنا اذا بدوله عميله للقوات الاجنبيه هذا امر عندنا حق الدفاع عن انفسنا وعن دولتنا. بس دولتنا مو دوله عميله تخدم الاجنبي، هذه دوله عندها اتفاق. والله بيانكم والله بيان حكومه اقليم كردستان يعني طلع الحكومه اصلا كل شيء ماكو طبعا. لا انتو حكومه اقليم كردستان يريد بالعراق ان يكون دوله محترمه، يريد بالسيد رئيس الوزراء العراقي رئيس وزراء عراقي محترم، قائد قوات مسلحه عراقيه محترمه اوامره. ليش هسه ما محترم من قبل جميع يعني اخوي؟ والله انت عاد اسال اذا هو لا ليش هسه محترم؟ لا هسه ما محترم، هسه الدوله ما محترمه استاذ محمد، هسه الدوله ما محترمه اخوي قاسم محمد. يعني هو كشخص احترمه جدا، لكن اوامره غير محترمه كقائد عام للقوات المسلحه، اوامره ما تمشي على احد، ما يحترمون اوامره، يعملون بالضبط من اوامره. تمام تحترم البيشمركه تاخذ اوامر من عنده؟ طبعا تاخذ. شلون ليه تاخذت؟ ليه ما تاخذت؟ يا اخوي لا ايش وقت اخذت ايش وقت يعني مو هسه حادثه كركوك معروفه. هسه اقول لك ايش وقت اخذت. هسه بس اسمع لي، احنا باقليم كردستان عندنا نوعين من القوات، قوات اتحادية هذه ترتبط بوزارة الدفاع العراقية بشكل مباشر، والقائد العام للقوات المسلحة يأمر هذه القوات من خلال أو يعطي أوامره لهذه القوات من خلال وزير الدفاع ووزارة الدفاع العراقية. هاي القوات الاتحادية من القوات في أقليم كردستان. هاي القوات الاتحادية. أنا أشرح لك بس لا تقاطعني، أنا أشرح لك، أنت مو تريد الجواب. عندنا نوع ثاني من القوات هي قوات حماية الأقليم، هذه القوات تتبع إلى رئيس أقليم كردستان السيد رئيس وزراء العراق اللي هو القائد العام القوات المسلحة. عندما يحتاج إلى هذه القوات يتصل برئيس أقليم كردستان ويتفاهم مع رئيس أقليم يعني كردستان. يعني إيه يتفاهم؟ يعني ما يأمرها؟ يعني ما يأمرها؟ لا يا يعني ما يأمرها يا أخي. تحرير الموصل، تحرير الموصل مو سيد العبادي، اتفاهم مع سيد البارزاني في وقت كان هو رئيس اقليم كردستان وقوات البيشمركة كانت في خدمة. واضح. خلي اخر وجهة نظر، اخر وجهة نظر واضح، اخر وجهة نظر انا اريد اختم. بس يعني عندك تعليق؟ نفهم بالقوانين اذا ما نفهم بال يعني هذه بساط يا اخي. من استاذ محمد من يسالك واحد مو معناته، بس اسمح لي، من يسالك واحد عن موضوع يعني يحتاج رايك به، يعني مو معناته انه انا ما افهم وانت ما تفهم وكذا. اكيد بس انا مدرس علوم سياسية، اعرف بس انا افهم وانا عايش الواقع وانا ادري بكل شيء، والمشاهد هو اللي يحدد، انا مو طرف بالحوار، المشاهد هو اللي يحدد، المشاهد هو اللي يحدد، مو رايي ما عندي راي. وصاحب معلومات وانسان تحترم. شكرا لك. تحترمك تحترم اديلاتا ما على موضوع شعور متبادل. شعور متبادل قرة عيني يا اخوي. شكرا. شعور متبادل، نفس الاحترام ونفس التقدير لحضرتك ولكل الضيوف. بالنسبة كل الشعور، كل شعور متبادل وكل الاحترام لحضرتك ولكل ضيوفي. بالنسبه اللي ذكر باختصار، اي باختصار فيما ذكر، باعتبار انه بالحكومه كان يفترض بهم لو كان صدق كان يقولون يا بيت يطلبون من الحكومه لجنه تحقيق في الامر رغم بيان الحكومه،
في الإدانة، ورغم بيان القيادة العمليات المشتركة لكن جت الاتهامات كانت شديدة، واتهامات بشكل غير موضوعي، واتهامات تستهدف الحكومة بغداد. بالتالي هذا الطار شنو؟ أن البيان الحكومي يرد على هذه الاتهامات. أقول لك ناس ناس قاعد تشتغل ورا ممولين. لا لا مو على الحكومة هسه، الحكومة تدافع عن نفسها. يقول لك هذه ناس تشتغل عند ممولين ويديرونهم. لا لا، فصائل المقاومة هي معروفة اللي عاد من جو ودافعوا عنهم في أربيل مع الحاج قاسم والحاج أبو مهدي، وهي ما عاد ارتباط بالحكومة. فصائل المقاومة فصائل المقاومة كيانات مستقلة تماما، ليس لها لا ارتباط ولا تأخذ أموال من الدولة. وبالتالي ولكن من دافعوا عنهم في أربيل ما ذكروا أنه هذه ميليشيات. الآن واحد من يجي لك من يصير بضافر طحين بعد ديك الساعات يختلف وجهة نظرة. الآن هسه في أربيل يتهمون الفصائل المقاومة بأنهم ميليشيات، والفصائل أيضا تتهمهم بالتجسس. ليست تتهمهم الأم مباشر، إنما تتهم أن هناك أوكار تجسس هذه موجودة في الإقليم. ما هاي فد نقطة أنه هي اتهمة الحكومة والإقليم، اتهمة الحزب الديمقراطي، اتهمة القوى السياسية، هي ده تتهم فصائل المقاومة أن هناك أوكار تجسس، ما اتهمت أحد. وهذه هي النقطة. شكرا أستاذ محمد الياسري، شكرا أيضا للأستاذ محمد عامر من دهوك، شكرا أيضا للأستاذ أحمد الهركي من السليمانية. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.